تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسيمبا في شوط اول، سيطر فيه النادي الاهلي على مجريات اللعب وكان الاخطر على المرمى ولكن دون تسجيل اهداف يا كابتن ماهر. مع الاسف احنا كمان توقعنا ايمن ان احنا من بدايه المباراه هنضغط طبعا على سيمبا، وده اللي حصل. واحراز الهدف الاولاني، واحنا قلنا هيدي ثقه طبعا للاعبين والجهاز الفني، لكن في تسرع، في رعونه، واضح ان في تسرع بصراحه. يعني برضك اللعيبه مضغوطه، عايزه تجيب الجول، عايزه تخلص بسرعه، واتفاجئت طبعا بان سيمبا يعني على فترات منظم دفاعيا وبيحاول ان هو يخترقك عن طريق الكرات المرتده. يمكن كان عندهم اكتر من فرصه راحوا للمرمى، الفرصه الاولانيه انقذها الشناوي، يمكن كان في ثلاث لعيبه مهاجمين على ثلاث لعيبه مدافعين للنادي الاهلي. لكن النادي الاهلي محاولاته يمكن في سبع فرص ايمن مش ايجابيه، لكن محاولات. ايوه بالظبط. يعني مفيش حاجه على المرمى تقدر تقول بسبب التكتل الدفاعي اللي موجود، يعني بعض الشكوك ان ممكن تبقى ضربه جزاء مش ضربه جزاء، لكن محاولات من النادي الاهلي كانت في الدقيقه الخامسه، ودي كانت تصويبه قويه جدا من قفشه، يعني ما كانش محظوظ فيها، يمكن كانت من فوق القائم. وبعدين الكره الطويله الاماميه لعلي معلول اللي خطا فيها حارس المرمى في الدقيقه 17، وحاول كهربا ان هو يسجلها، لكن طبعا يعني الدفاع كان يقظ وقدر ينقذها. الدقيقه 18 كان في كورنر بردك اخطا مدافعي سيمبا، رامي طبعا رامي ربيع المتقدم اللي بيجيد العاب الهوا، لكن طبعا انت عارف المدافعين بردك دايما بيبقى عندهم الحس التهديفي قليل قوي، فطلعت من فوق القائم. يمكن في الدقيقه 20 بردك رد فعل من لاعبي النادي الاهلي من اخطاء دفاعيه اللي بيقع فيها سيمبا، بتستاو حاول يلعبها في المرمى، اتسرع فيها يعني صح. كان ممكن يحطها باتقان اكتر من كده. في الدقيقه 33 برضه في 26 هدف ملغي الكهرباء كان تسلل على بيرسيتاو قبلها بالظبط. فالدقيقه 33 برضه كان في فرصه بضربه راس علي معلول عملها باتقان بشكل كبير جدا، تاو طلع، لكن التقدير بقى والمواجهات صح برضك التسرع اللي احنا قلنا عليه من بدايه المباراه دي كانت اقرب الفرص على فكره. دي كانت ممكن تكون هدف، يعني كانت تقدر يعني تشيل العبء اللي احنا شايفينه على مهاجمي النادي الاهلي او على لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاولاني. يمكن تصويبه برضك من قفشه في الدقيقه 36 يعني كانت مؤثره، وبعدين تصويبه حسين الشحات على المرمى انقذ الحارس كانت في الدقيقه 41. دي فرص صحيح. النادي الاهلي اللي كانت ايجابيه على المرمى من خلال الشوط الاول. لكن طبعا لو احنا خدنا تصريح او خدنا مجمل الشوط الاول، تسرع واضح جدا من لعيبه النادي الاهلي. نتمنى ان التسرع ده الشوط الثاني يبقى يعني عايز اقول تحركات المهاجمين بقى فيها في خلق مساحه، تحرك من غير كوره، نخترق من على الاطراف، بلاش الكوره الطويله المباشره اللي معظم مدافعي سيمبا اديتهم ثقه لانهم اطوال وقدروا يلعبوها ويردوها بشكل جيد صحيح. فدي برضك يمكن دخلتهم في ثقه بشكل كبير في الشوط الاولاني. صحيح كابتن شريف، حلول مستر كولر الشوط الثاني صعب، الماتش 0-0، قدر الله كره عشوائيه ممكن تفرق مع فريق سيمبا، ولكن اكيد في حلول لمستر كولر الشوط الثاني. هل هيغير طريقه؟ هل هيغير في اللعيبه في نص الملعب؟ هيغير في الشكل الخط الامامي؟ حلوله ايه؟ انت وانت بتسالني السؤال كنت انا بكتب الحلول. نفس الحلول دي اللي انا بقولها؟ اللي انت بتتكلم فيها. وجود رضا سليم مكان بيرستاو وامام عاشور مكان مروان عطيه. لا هو ما بيحبش، مستر كوره ما يحبش يريح انا على الشكل على الشكل اللي انا شايفه ده. انت بتسالني الحلول. ايوه. حلول بيرستاو بره، رضا سليم جوه، ويطلع مروان عطيه انت مش محتاجه، ويرجع ديانج لمركزه رقم 6. الطبيعي بالنسبه له بيلم كل ده وبيخلي الكره الثانيه بتاعتك انت. عندك من الحرفيين كتير قوي، هيبقى امام عاشور وحسين الشحات وكهربا ورضا سليم، دول شكل هجوم يقدر يترجم كل اللي انت شفته. احنا قلنا ايه؟ هي قدرات بس انت كده هتسيب، ولكن هتسيب قفشه لا يوجد امكانيات مع امام ايه؟ هتسيب محمد مجدي قفشه وامام عاشور في الملعب. انت مش محتاج، انت محتاج ايه؟ انت تجيب جون الاولاني. انت مش محتاج تدافع النهارده. النادي بتعمل عليك رياكشن او رد فعل من غلطاتك انت، من عدم الباص الجيد،
من عدم التشارك الجيد. انت لا تملك تحركات جيده في كل هجمه بتطلعها انت، وخاصه الناحيه الشمال طبعا، تحس انك ممكن تجيب جول. ما فيش هجمه بتروح عليها ما تبقاش مؤثره وانها ممكن تجيب جول، ولكن تترجم بشكل ما فيهوش تحركات، ما فيهوش رؤيه. انت لسه واحنا بنتكلم على الكره الاخرانيه الوان تول اللي جوه، قلت دي اللي حصلت بين امام عاشور فعملها له قفش وهو ما مش مركز، مش واخد باله. ده معموله لك بس ثانيه كانت على مساحه. أيوه. هو جاي من الوش شايفها. انما انت كل اللي انت محتاجه فوتبولر، فوتبولر عنده سنس في المنطقه دي، فوتبولر يقدر يخلص في المنطقه دي. فعندك ناس قاعده بره عندها الامكانيه دي. امام عاشور شوتر بيشوط كويس قوي، شوتي يكمل بيكمل، عنده استلام الكوره والرؤيه وانه يودي ناحيه اليمين ويودي الاختراق ويودي، وعنده لغه تعامل. بالتالي عندك حسين الشغات عنده لغه تعامل ومؤثر ومهدد في كل شويه. كل اللي محتاجه ده كهربا. انا مش هجيب لوم على كهربا لحد دلوقتي ان هو ما لا، الكهربا ده لازم الكوره تبقى جايه له زي الجون اللي جه اوف سايد ده كده، تك تك هوب بيكمل. انا مش هقول له ده اطلع واعمل لي هيدرز، جات لك الهيدرز يا بريستاو. انك انت بسهوله قوي انك رايح مع فرقه زي دي، عارفين ان اضعف حاجه فيهم الديفندر بتاعهم، فاحنا لازم نبني ادائنا على الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب. ولابد، انا عارف انه مش هيغير بدري. انا عارف، ولكن لما يحصل بس التغيير، انت عايز التغيير بدري. لا ولا، ولما يحصل التغيير ما يبقاش تو ليت. ايوه بس كابتن عادل، سريعا رؤيتك لاحداث الشوط الاول، والكابتن ماهر والكابتن شريف كان ليهم رؤيه في ان دكه البودلة هي اللي هتحسم الامور الشوط الثاني وخصوصا امام عاشور. هو سيمبا كان محتاج الشوط الاولاني جرجر النادي الاهلي للتعادل، واحنا قلنا الكلام ده قبل المباراه علشان ما يعملش الريسك بدري، علشان يخطفك في اخر لحظات المباراه، اخر ربع ساعه يعمل ريسك هينزل يضغط عليك. فاحنا قلنا ان النادي الاهلي يجب ان هو يخلص المباراه بدري. كويس. انت خرجت من الشوط الاولاني متعادل 0-0، فاتكير في اللعب بتاعك اول حاجه لازم تعمل الحرص هو عشان الهدف ما يوصلش ليه. فالحرص انك انت تبقى حريص، ده رقم واحد. رقم اتنين لازم تغير في الحته الهجوميه، لان الحته الهجوميه فعلا محتاجه رضا سليم في الوقت الحالي. يمكن انا الحاجه الوحيده اللي انا عايز اقول لك عليها انه رضا سليم لو نزل، ونزل لازم ينزل بدري، ياخد وقت كبير، ياخد وقت حتى لو بين الشوطين. يعني انا عارف انه ممكن ما بيغيرش وما بيفضلش تغيير، لكن افتكر ان هو لو محتاج انه يكسب بسرعه لازم رضا سليم، لازم امام عاشور يبدا تاني كمان نص الملعب ويعمل تغيير. حته ان 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 قفشه وامام عاشور يبقوا الاثنين في الملعب، لا، هي الحته دي امام عاشور اصلا بيلعب ديفندر، هو امام عاشور هو التكمله اللي بيعملها امام عاشور، فانت هتعمل التكمله بتاعتك. وبعد ما يخلص امام عاشور عندك واحد زي، احنا شفنا في اكتر من كوره فعلا اللي جايين من تحت بيمثلوا خطوره جامده جدا ويوصلوا لحد ال 18 كمان، لان هم ما عندهمش الوعي الدفاعي. فرقه سامبا ما عندهاش وعي دفاعي. يعني انت لو قدرت انك انت تخترق وتروح بسرعتك هتجيب اهداف كتير. الحاجه المهمه هو انت دلوقتي مش محتاج مع فرقه سامبا في الوقت الحالي الاثنين ديفندرات، ولكن محتاج واحد زي ديانج يقف وواحد زي امام عاشور يكمل مع قفشه، ولكن برضو الاثنين ينزلوا يعملوا واحد في الدفاع، بمعنى الاثنين ايهما اقرب ينزل ديفندر تاني، لان الاثنين قريب لعبهم من بعض. وفي الاخر لازم تعرف حاجه، لازم فرقه النادي الاهلي تنقسم قسمين الشوط الثاني، شوط ان هو ممكن عاوز يجيب هدف، الشوط الثاني لازم يامن يطلع المباراه من غير ما يدخل فيك هدف، لان لو دخل فيك هدف هتبقى عليه خطوره شويه. بمناسبه التامين يا كابتن بلال، تكاد تكون الخطوره منعدمه على مرمى محمد الشناوي، لكن كيف يفكر مستر كولر الشوط الثاني؟ اكيد بيفكر الجزء الاول او اول حاجه بالنسبه له يسجل هدف زي النادي الاهلي يسجل هدف، لان هدف خلاص يعني بمثابه قتل المباراه بشكل كبير. يعني المباراه تنتهي بتسجيل النادي الاهلي هدف، يعني او بعض المحاولات الشوط الاول او تكاد تكون تنتهي، عشان برضه ما نجزمش يعني. أيوة. قصدي يعني انت خد بالك المباراه اللي هناك كنت انت كسبان 1-0 وتاخرت ب 2-1 وقدرت ترجع، فالنهارده انت 0-0. يعني احتماليات الاهداف وارده، سواء اذا كان من النادي الاهلي او هو ملوش خطوره على المرمى تمام، ولكنه في بعض الاوقات بيقدر ان هو يضغط في الجول في التلت الامامي فيشكل بعض. يعني في كوره اتلعبت تقريبا في الدقيقه حاجه و30 لو لعبها بالعرض مظبوط كان 3-2 اللي انقذها رامي ربيعه اللي شاطها ورامي ربيعه حط رجله في الاخر، يعني لو اتلعبت بالعرض جول
تمام؟ صحيح. واحده قبليها برده راح من ناحيه اليمين وحب يصوب فطلعت من جنب، يعني في يعني مش عايز اقول لهم خطوره ولكن كرات عشوائيه ممكن اسمها بعض المحاولات. بالظبط. هو بيحاول مش بالزبط. ما بيحاولش، هو بيحاول بيحاول اعتمادا زي ما اتفقنا على السرعات اللي موجوده في الجزء الامامي. الاثنين اللي على طرف الملعب والاثنين السترايكرز اللي موجودين اللي بيلعبوا في الخط الامامي. لكن هو ما بيلعبش زي ما كان بيلعب هناك، ان هو بيبني 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 بيبني، لا ما بيعملش الحته دي. هو بيحاول يلعب الكره الطوليه تمام على واحد من الاربعه سواء كان على طرف او السترايكر يستلم الكره يبتدي ايه يدوروا على بعض في الجزئيه دي. أيوة. بيحاولوا الكلام ده. الاهلي ضغط بشكل كويس، الاهلي بيلعب بشكل كويس، لكن انت عندك برضو المشكله التي لا تزال قائمه بالنسبه لك هي عدم تسجيل الاهداف. يعني تمام كهربا كهربا فرصه، بيرسيتاو فرصه، مجدي قفشه فرصتين، يعني عندك حسين الشحات فرصه، فعندك ثلاث اربع فرص تمام انت ما قدرتش تسجل بيهم اهداف. لازم تسجل هدف، لازم تسجل هدف هيساعدك في الكلام ده. زي ما بتشوف الكباتن بيتكلموا على حته التغييرات ومين يلعب مكان مين. انا شايف ان يعني اثنين ميد فيلدرز في ماتش زي ده كتير على النادي الاهلي حقيقه، من وجهه نظري حقيقه. يعني يخرج مروان تمام، ينزل امام عاشور تمام، وممكن تلعب براس حربه تاني. على فكره تاني ممكن يخرج مجدي قفشه وتلعب براس حربه تاني. ايه واي نوت انك تلعب باثنين راسين حرب؟ ايه المشكله طالما انت اصلا في الاصل بتحاول تعتمد على اطراف الملعب؟ يعني انت النهارده بتبني على اطراف الملعب، بتبني على معلول، بتبني على هاني. كم من الكرات العرضيه اللي اتلعبت في ظل التكتل الدفاعي محتاج انك ما تلعبش براس حربه واحد، تلعب باثنين راسين حرب. محتاج زياده عدديه. كم من الكور انت اصلا منطقك النهارده، وده اللي بلوم فيه كولر في بعض الاوقات، بتبقى عايز تلوم المدير الفني او توجه له مسج تقول له انت النهارده بتعتمد على ايه في الهجمات بتاعتك؟ بتعتمد على اطراف الملعب، يعني بتعتمد على هاني، بتعتمد على بيرسي تاو. لازم يكون في تواجد داخل ال 18. ده يعني مظبوط. ألف ب ده ألف ب في كره القدم. ما ينفعش ان انا النهارده ببني على فرق. احنا اتفقنا من اول الجيم ايه؟ قلنا سيمبا هتلعب ازاي؟ هتلعب زون صح؟ سيمبا النهارده قافلين القلب بشكل كويس، سايب لك الطرف اشتغل فيه كويس. طب لما يسيب لي الطرف وابتدي انا استغله بشكل جيد وابتدي اشتغل على الكرات العرضيه، صحيح لازم يكون في زياده عدديه مثلا راسين الحربه داخل الملعب. فانا النهارده ممكن استغنى عن مجدي قفشه، واستغنى النهارده عن مروان عطيه، والعب بامام عاشور، والعب باي فرو الثاني موجود عندي في الملعب. صلاح محسن ممكن ينزل، صلاح محسن كراس حربه ثاني، ويبقى انا غيرت من نمط الاداء بتاعي. هو اصلي كرة القدم مش قرآن ثابت يعني كابتن أيمن، إن أنا 4-2-3-1 أو 4-3-3 وهمشي بيها إلى أبد الأبدين. مش دستور. بالظبط. بيجي لك وقت لازم تغير على حسب قدرات وإمكانيات الفرقة بتاعتك، وعلى حسب طريقة لعبك كمان، وكيفية صناعة الهجمات بالنسبة لك. أنت بتصنع بشكل كويس جدا 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 من ناحية الشمال ناحية اليمين، لكن ما عندكش اللعيبة اللي تقدر تسجل. أنا مش يعني بيرسي تاو جات له واحدة يعني مش راس حربه بيحط الكره بالشكل ده، يعني عشان كده طلعت الكره بره. هي دي لو راس حربه هيزحلقها بالراحه كده فهتتسجل فهيسجل بيها هدف. فعشان كده بقول لك النهارده لا لازم الطريقه تتغير، يلعب باثنين فراوده صراح تمام. واثناء الجيم ممكن يبقى فيه تبديل، مش لازم يبقوا جنب بعض، ممكن صلاح ينزل شويه، كهربا اللي يبقى قدام شويه. الموضوع يبقى يعني الموضوع فليكسيبل، يعني الموضوع مش نمط يعني، فاهم قصدي؟ كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.